نفتح ملفنا الثاني للنقاش الذي خصصناه لهذا الموعد الاخباري الثالث في اول ايام عيد الاضحى المبارك، احترام التباعد الاجتماعي وتدابير الوقايه ضروره لتجاوز الازمه الوبائيه. اللجنه الوزاريه للفتوى الالتزام بالاجراءات الوقائيه من اجل اضحيه بلا عدوى. اللجنه الوزاريه للفتوى فقه وتيسير للمسائل الدينيه في ظل ازمه كورونا. ويحضر معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ يحيى صاري عضو اللجنة الوزارية للفتوى لبيك فضيلة الشيخ عيدك سيح. مبارك طلب مبارك. الله منا ومنكم إن شاء الله مساء الخير فضيلة الشيخ وعيدك سيح. مبارك كل عام وأنت بخير بحول الله مبارك عاده الله, ع... إن شاء الله. علينا وعليكم جميعا قبل أن نغوص في النقاش ما يخص العيد ولجنة الوزارية للفتوى ودورها في الجائحة أيضا طيلة هذه الفترة لا بأس أن نعالج قليلا أو لا. صحيح عيد استثنائي هذه السنة عيد أضحى استثنائي عيد فطر استثنائي حتى شهر رمضان كان استثنائي وحتى الحج هذه السنة حج استثنائي وكما تبعث معنا في هذه المشاهد هي أملنا أن تنتهي الجائحة بسرعة حتى تعود الحياة كما كانت في الماضي نعم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأمل وطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى <applause> أكيد ولا شك أن المسلم يتعامل دائما كما علمه الإسلام في جميع الظروف يتعامل وفق التعاليم الشرعية فالمسلم شخص متزن ومتوازن فهو لا تطغيه النعمة ولا يعني تؤيسه النقمة فهو دائما يعيش في هذه الشخصية المتزنة المتوازنة يؤمن بالقدر يحمد الله عز وجل في السراء في الضراء لهذا المسلم عنده مقومات التأقلم إذا صح هذا التعبير ومقومات التكيف مع جميع الظروف وليس هذا أول يعني مصائب نزلت على المسلمين ولا على بلادنا ولا على بلدان أخرى ولكن رغم المآسي التي مرت ولكن دائما نجد المسلم دائما يعيش هذه الحالة من التوازن يعني لولا هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني تكون ظروف أخرى نفسية ولهذا العالم اليوم أدرك حقيقة بأن الحياة الروحية للإنسان يعني الحاجة الروحية للإنسان هي تعتبر حصن وقلعة متينة وقوية للوقوف في وجه كل هذه المآسي وهذه الأضرار وهذه الحياة الروحية وهذا يزيد يعطينا ثقة في ديننا هذا الإسلامي مش فقط في هذا الجانب الروحي حتى في الجانب الذي ربما لا أدري أه نتكلم عنه ولا الجانب الوقائي الجانب كذا كل هذا هو من صلب ديننا. الابتلاء يقوي الإيمان نعم. والمحنة. المحنة تولد الهمة تولد الصبر تولد تعطي للإنسان قوة على المقاومة على كما نص العلماء قالوا نفر من قدر الله إلى قدر الله المسلم يدور في قدر الله ولكن يفر من قدر الله اللي هو هذا الوباء إلى قدر أحب إلى الله وش هو القدر الأحب إلى الله هو النجاة هو الأخذ بالاحتياطات فالله سبحانه وتعالى ما يقدر علينا شيئا يأمرنا أن نستبدل الوضعية نقول من, من هذا الموضع إلى هذا الموضع صح. من مكان من الجوع الذي يهلك النفس إلى الأكل الذي يعني ينجي النفس من المرض الذي يهلك النفس إلى الدواء يا قال النبي صلى الله عليه وسلم <applause> 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 تداووا يا عباد الله <applause> هذا قل تداووا يا عباد الله وهذا أمر للمسلمين أن يتداووا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوكوا السقاء وغطوا الإناء فإنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ربما تهب ريح تحمل هذه السموم قديما ما كان عندهم الناس هذه الأشياء المخبرية وهذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بالوضوء وغسل اليدين والاستنشاق والاستنثار وهذه أمور يتربى عليها الطفل الصغير في الأمة الإسلامية لما ينحي حداء عند الباب عندما يتربى على على الوقاية على الطهارة حتى في الفقه نتاعنا نصيب مثلا نصوص في الفقه في الفقه في الصلاة عند الحر اشتداد الحر فيامر الفقهاء كما في في بيان والتحصيل ابن رشد يقول الفقهاء اذا اشتد الحر لا باس بتقاطع الصفوف وتباعد الصفوف ولا باس بتباعد الناس حتى ولو لم لم هذا عندما اذا اشتد الحر, اشتد الحر فقط, فقط وليس في ظل الجائحه هو الأصل في الصلاه هو 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 اتصال الصفوف ولكن قالوا اذا اشتد الحر لا بأس والصلاة جاز إذا تباعدوا فكيف إذا نزل وباء قاتل معدي خطير من باب أولى العلماء لما تكلموا على التباعد هذا موجود في صحيح البخاري قالوا لما يكون الوباء والعدوى يكون التباعد بقدر رمح والرمح اللي هو زوج مترات هما قدروا هذا قالوا مترين لما تكلم يعني الشريعة الإسلامية التدابير الصحيه في الشريعه الاسلاميه هي نفسها التدابير التي ينادي بها العالم اليوم وهي نفسها اليوم التي تنادي بها منظمه هذه الازمه العالميه. طيب فضيله نعم. الشيخ يحيى ساري وحنا نتحدث عن الاعياد والمناسبات نعم. على غير العاده اصبحنا نحييها اليوم في ظروف جدا نعم. استثنائيه م -م. بسبب جائحه كورونا. شهدنا في عديد من المرات البيانات المتعلقه باللجنه الوزاريه للفتوى كانت ترافع من اجل العمل على ضروره احترام مجمل التدابير الواقعيه من جهه وكذلك تفادي التجمعات العائليه لحنو نحن لما نتحدث عن الجزيرة. بحد ذاتهم فضيلة الشيخ أص... نعطي أهمية قصوى لمثل هذه المناسبات اللي نشوفوها أنه مناسبات راح تكون من خلالها أنه نلتقي نتآزر نتغافر نتراحم لكن اليوم إحنا نعيش هذا الوضع الاستثنائي <applause> ضروري أنه كل واحد منا يلتزم بمجمل هذه التدابير ممكن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي بإمكانها حقيقة أن تكون وتلعب دور مهم وفعال في أنه نغافر على أهالينا نغافر <تصفيق> <تصفيق> على عائلتنا وحتى من بعيد وهذا حتى ما نقولش العدوى قولك نعم. في هذا الامر بالتحديد فضيله الشيخ نعم. يحيى ساري ونحن في هذه الايام ايام عيد الاضحى نعم هي مساله الضمير مساله الضمير يعني الانسان اللي يكون عنده ضمير لا يقبل لنفسه ان يتسبب في ايذاء الاخر مهو. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم, عليه الله عليه وسلم يقول لنا <applause> الذي ياكل التومه او البصله من هذه الشجره قال نهار ما يجيش يصلي في الجامع علاش لانه يؤدي بتلك الريح تاع البصل بهذه الشجره هذه يؤدي غيره وهذا مجرد رائحه اعزكم الله يعني تمجها ال الطباع وقالوا ما تحصل لي في الجامع فكذلك ما بالنا اذا كان هناك داء وهذا ينطبق على كل انسان ولهذا انا نقدر نقول مساله الضمير فالانسان الذي مات ضميره ما ضميره اللي ما ضميره راح منه شيء منه اشياء لا لا يستوعبها العقل الانسان المريض ويروح المستشفى يقولوا له انت مريض عليك بالحجر المنزلي ثم هو يضيق درعا ويقول انا ما قدرتش وانا وهذا واقع يعني ونحن عندنا اخبار نسمع المجتمع انا ما قدرتش نصبر وانا لازم نخرج هنا هذا هذا فقدان للضمير هذا فقدان الضمير عدم المسؤوليه حس المسؤوليه والناس يعلمون اليوم في هذه الاسابيع الاس 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 الاخيره يعلمون جيدا بان القضيه ما راهيش اه تنقص القضيه تزداد عالميا ماشي يعني هناك الناس تتكلم على موجه اه جديده من ال من, ال ال اه من هذا الوباء والناس يعلمون جميعا ان هذا الوباء لحد الساعه ما عنده علاج ما عنده لقاح لحد الساعه كل العالم ينادي يقول أيتها الإنسانية عليكم باتخاذ الإجراءات والتدابير والإجراءات الوقائية ما كانش علاج آخر لا يوجد علاج آخر الأطباء يقولون هذا العقلاء يقولون هذا العالم يقول هذا منظمة الصحة العالمية تقول هذا كل العالم يقول أيها الناس عليكم بالإجراءات الوقائية فقط لحد الساعة لحد هذه الدقيقة ما كانش حاجة تقول البشرية أنه خلاص انتهى الأمر ولا احد يستطيع ان يستشرف الافق وين الافق هذا لا احد يستطيع والناس يتعاملون اليوم العالم ويتعامل مع داء عباره عن أشباب الشبح تكاثرت فيه وتباينت فيه الاقوال وكل يوم عندنا خبر وكل يوم عندنا تشخيص وكل يوم عندنا يوميا كل يوم كل ساعه تطلع البيانات متناقضه متعارفه في تحقيق ماهيته وفي تحقيق طريقه انتقاله في تح... كل يوم هذه من من المؤسسات الدوليه يقع هذا الخلاف صح ولهذا الشيء اللي نجم... نجمع عليه ونقدروا نتفقوا عليه كل البشريه كل الجزائريين كل الناس يتفقوا على شيء وهو الوقايه اختلفوا في امور اخرى لا, لا يختلفون في الوقايه من من لا. من من لم يحترم التدابير الاحترازيه والوقائيه ومسؤول عليها دنيا واخره حتى لا. نوضح اكثر بانه هو خالف القانون القانون الانساني لا. صح لا. التعبير وخالف ايضا القانون الرباني ليس كذلك؟ نعم انا ذكرت مثالا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لمن اكل من تلك الشجره هي التوم يقول له ما تحصل لي في المسجد. لأنه سيؤذي لأنه سيؤذي فكيف هذا الذي يحمل فيروزا ليحمله يحمل مرضا وقد شخص له الطبيب ولا المصحة الطبية قالت له لازم تقعد في دارك ويخرج لهذا هذه يعني هذه تعتبر جريمة هذه تعتبر جريمة حقيقية هذا نوع من من القتل الغير المباشر باش نشخصوها بالتأكيد، شوف الانسان يسرع في السرعة سرعه على سرعة غير السرعه غير, غير 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 قانونيه ويتسبب في قتل انسان. تترتب عليه الدية وتترتب عليه صيام شهرين هكذا لأن هذه حرمة النفس البشرية، وهذا الانسان اللي هو مريض في نفسه وهو يسمح نفسه باش يخالط الناس ويخرج مع الناس هذا نفسه هو عبارة شبه موش قتل مباشر ولكن قتل غير مباشر لازم الناس تعرف الأمر هذا يسأل عنها يوم القيامة لأنه يعني يتسبب في إيذاء الآخرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لا, لا يعني يرفع أحدكم حديدة في وجه أخيه ما يحطها حتى في وجهه ولو يلعب معاه حديدة ولا سكين ولا ومجرد يعمل له هكذا خشية خشية أن كما يقولوا الناس ما يقولوا الشيطان حتى قاسو خشية ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتيل نتاع النار كي يرقد الإنسان ما يخليش النار مشعولة ما يخليش النار مشعولة لأنه قد تأتي الفأرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريح ولا كذا والعياذ بالله هذه احتياطات لنا الاسلام حتى ومعلوم ان الانسان نعم في حياتنا العاديه ف... نعم مم. في الفتوى ليس فقط في الجنة. في الفتوى هذا الانسان لي... يخلي يخلي حاجه فيها خطر وهو يعلم انها فيها خطر ويتهاون ويستهين اذا سبب اذى لغيره حيتحمل مسؤوليته عند الله مم. مم. ولهذا توجب عليه كفاره توجب عليه ديه توجب عليه ولهذا الناس ما تسمش ياخذوا الامور هكذا بهذه السهوله بهذا اللي... يعني بالبساطه وتسمح لي برك نزيد نضيف يعني انا اسمع بعض الناس يقولوا لحد الساعه يقول انا ما نامش بالكورونا وشاهدناها للاسف نعم انا سمعت حتى وان فضيله الشيخ نقلنا نعم. شهادات حيه كنت تابع نعم. معنا اكيد لا. في البث المباشر من احدى مصالح الكوفيد سواء في ولايه وهران وكذلك في ولايه البوليد يعني نعمل في كل ملة في لا. كل مره اقول فضيله الشيخ انه ننقل شهادات وننقل عينات لمرضى راهم اليوم يعانيوا وبعاد على عائلتهم صح. هذا من جهه من جهه من جهه اخرى فضيله الشيخ وحنا رانا نقول عيد اضحى مبارك لكن ما نخفلش على فيه عائلات فقدت صح. ابنائها فقدت لا. ازواجها فقدت زوجاتها في ظل هذه جائحه كورونا الامر ما هوش بالسهل وما هوش بالهين نعم. تبقى دائماً فضيلة الشيخ الرسالة التوعوية هي صمام الأمام حتى نتجاوز نعم. هذه الأزمة بحول الله نعم هو لازم ما يسمى في المصطلحات المعاصرة بالوعي المجتمعي المجتمع ونحن نعم. بأمس الحاجة ليه في نعم الوعي المجتمعي عبارة عن فضاء يتحقق بعدة آليات وسائل. ما يتحققش بآلية واحدة دور الإعلام العلماء الأئمة الفتوى على مستوى أشياء يعني كثيرة والحمد لله اليوم أصبح من السهولة أن يصل الإنسان إلى الآخر مم. يوصل له بطريقة الطرق الإعلامية المنصات برامج المنصات الرقمية الإعلام الفتوى كل هذا يتزامن كما يقولوا يعني نحن لازم الناس يعرفوا حاجة يتخيلوا في اذهانهم باننا في حرب هناك حرب الحرب يتجند الناس جميعا لها من اجل انقاذ الوطن <applause> احنا لو, لو رانا في حرب كلنا نتجندوا كل شيء يترك كل حاجه تترك <applause> شو تترك الخلافات السياسيه تترك المشاكل <applause> كل شيء لان احنا عندنا عندنا ازمه <تصفيق> <تصفيق> الازمه التي تمس البلد كله متخيل لا هذا لا هذا صح الواجب علينا احنا كجزائريين نتجند صفا واحدا ماشي الوقت اللي نبدا نعمل حسابات ونعمل ندخل في الامور السياسيه ونعمل هكذا ولا نعمل هكذا ولا الوقت الان هو نتجند جميعا نتجند حتى لما الله تعالى يرفع علينا هذا الوباء وما كل واحد يرجع ل ل ان شاء الله هذا ما نتمنى ايضا فضيله الشيخ يحيى الساري عضو اللجنه الوزاريه للفتوى. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم على الرساله لا لا ايضا لا لا التي فيكم. قدمتها من خلال قناه النهار شكرا لك. شكرا لك مره ثانيه فضيله الشيخ يحيى الساري عضو اللجنه الوزاريه للفتوى شكرا لك ودائما دعائنا ان يرفع عنا سبحانه وتعالى هذا الوباء والبلاء ويشفي ان شاء الله